فيها تيروزين الزيتوز 34 أميليش، يبقى الجزء الأولاني خلاص من تصنيع الثيرويد هرمونز عرفناه. خلاص ده ستايل بروبلم كده خلاص، هنتكلم بعد كده على الأيودين ميتابوليزم. الأيودين ميتابوليزم يعني إيه أيودين ميتابوليزم؟ عشان أفهم يعني إيه أعدي بكذا مرحلة. دلوقتي أنا عندي زي ما أنتم شفتوا منظر ستايل بروبلم طلع فيه تيروزين وزيتوز شبه الريز كده. المفروض إن الريز دي يبدأ التيروزين وزيتوز اللي موجودة فيها تبدأ تمسك في الأيودين. تمام؟ بيحصل إزاي؟ عشان أمسك في الأيودين، الأيودين ده موجود فين؟ موجود فين؟ في البلاط. علشان اعمل له ترابنج يعني انا اخده تراب اخده جوه الخليه. المفروض ان الايودين عندك موجود في البلاط. هعمل له ترابنج بالبروسس اكتف بروسس. يبقى بما ان انا قلت اكتف يبقى محتاجه لو جبت فلان محتاجه انرجي. هجيبها منين؟ هجيبها من الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز اللي موجوده جنب المكان اللي بيحصل فيه ترابنج. تاني الايودين موجود في البلاط. عايزه اخده علشان يعمل يمسك فيه التيروزين ريزيدوز بتاعت الثيروجلوبولين اللي بيكون الثيرويد هرمونز. هعمله تريبنج ازاي؟ ان انا اخده من البلاط ادخله عند السن. العمليه دي بتتم ازاي؟ باكتف ترانسبورت بروسس. الاكتف ترانسبورت بروسس دي تحتاج انرجي. انرجي جايه منين؟ صوديوم بلازما بي تي بيز. ونرجع تاني للسن ممبرين ونشوف البامب بتتعمل ازاي. هاخد الايودين دخلته جوه. دلوقتي الناس اللي عندك في الكتاب عايزك تفتحها معايا الرسمه اللي تحت صفحه 73 معايا. قبل كتير ذاكرها ازاي؟ هتشوف الناحيه الشمال هتلاقي فيها بلاد، الناحيه اليمين هتلاقي فيها الهيومن. البلاد ده المفروض يمشي فيه الايودين. بعد ما الايودين يتاخد بالاكتف ترانسبورت بروس عن طريق صوديوم كسر الكيتيز هيبقى فين؟ هل هو في البيزل بارت بتاع السن ولا في الابيكال بارت؟ بيزل، لان انت شايف الايه؟ السيلز الناحيه الثانيه دي هي ناحيه اليومن وده الايبكس. تاني السيل الايبكس بتاعها ناحيه اليومن، البيز بتاعها ناحيه البلاد. اذا الايودين هيتاخد بالاكتف ترانسبورت بروسس يوزنج صوديوم بلازما اي تي بيز اللي موجوده عند البيز بتاع السيل هيدخل لك الايودين جوه الخليه. الايودين كده موجود فين؟ في البيزل بارت بتاع الايه؟ السيل. الايودين ده نفسه هينتقل للابيكال بارت بتاع السيل. زي ما عندكم واضح في الصوره. بعد ما كان هنبدا من ناحيه البلاد، الايودين هيمشي من الجزء بتاع البلاد وهيخش فين؟ في الابيك في البيزل بارت ثم الابيكال بارت بتاع الخليه. تمام؟ ايه اللي بيحصل بعد كده؟ حاجه اسمها تيروزين هيدروكسيديز انزيم او سايرو بيروكسيديز انزيم. سايرو بيروكسيديز انزيم هيعمل ايه؟ هيعمل اوكسيديشن للايودين ده. بعد ما كان عليه نيجاتيف شارج هيحصل اوكسيديشن يعني نص ايون هيبقى في الاخر بوزيتيف شارج. تاني الايودين موجود في البلاد حصل له ترابنج في الاكتف ترانسبورت بروسس يوزنج صوديوم كاسيوم اي تي بيز بامب هيبقى عندك في البيزل بارت بتاع الخليه. هيتنقل للابيكال بارت بتاع الخليه. بعد كده يحصل ايه؟ سايرو بيروكسيديز ديزاين يعني له اوكسيديشن. يعني ايه اوكسيديشن؟ النيجاتيف شارج اللي كانت عليه بتبقى بوزيتيف. حد هنا في عنده حد اي مشكله؟ ما حصلش حاجه، اتنقل من البيزل للايبس. محتاج انرجي، خدها من صوديوم بوتاسيوم بام، وفي الاخر تحول بعد ما كان نيجاتيف شارج تحول الى بوزيتيف شارج. فيها مشكله؟ خلاص. هنا الايودين دخل جوه الخليه. هيحصل ايه بعد كده؟ المفروض ان هو هيعمل اورجانيفيكيشن او ان هو يمسك التيروزين ريزيدوز بتوع مين؟ السيرو جلوبيول. نرجع بقى للرسمه اللي احنا كنا جبناها قبل كده. اهي شايفين فوق خالص ده السايرو جلوبيول اللي هو قلنا عليه دايره شبه الشمس اللي فوق ده سايرو جلوبيول. هنا ده قبل اي حاجه ما تحصل بعد ما الايودين خلاص دخل حصل له ترابنج وحطه بيتحول الى بوزيتيف بالسايرو بيروكسيديز انزايم هيتحول مطلوب هنا ايودينيشن او ايودينيشن وات ايفر ايه يمسك فيه الايودين. شايفين بقى ام اي تي دي اي تي وبعدين كمان اجريت كابلينج هيتحول الى تي 3 وتي 4 وتي ايه اللي حصل؟ اول ستيج عندك اللي هو السيرو جلوبين لما مسك فيه الايودين دي اي تي وام اي تي. يعني ايه دي اي تي وام اي تي؟ هرمون بايو تيروزين وغاي ايو تيروزين. ايه اللي حصل؟ لو تو ايودين مسكوا هيبقى غاي ايو تيروزين، لو واحد بس اللي مسك مونو ايو تيروزين. تمام؟ يبقى انا عندي حاجات اسمها ام اي تي مونو ايو تيروزين ودي اي تي غاي ايو تيروزين. Coupling between
لو اتنين دراي مسكوا في بعض يعني عندك توتال يبقوا 4 يكون لي تي 4. لو واحد مونو مع واحد داي يبقى كده توتال 3 هيديني تي 3. اتفهمت؟ يبقى انا كده عندي كام فورم سيرات هرمونز؟
والان مؤنثين هينفصلوا والتي 3 والتي 4 هينفصلوا. فهمتوا؟ دلوقتي هي زي كوره طالع منها زي ريز، كل واحد ماسك ايه؟ تي 3 وتي 4 دي اي تي ام اي تي زي ما شايفين فوق كده. دخلت جوه مسكت في الريزوزوم حصل هيدروكسيس. ايه اللي خرج؟ الفورمز اللي كانت ماسكه في الكوره سالتها. ام اي تي ودي اي تي وتي 3 وتي 4. الام اي تي ودي اي تي حصل لهم ايه؟ دي ادينيشن. بس فين؟ في البوليكولا سيلز نفسها. ده الفرق بقى. ام اي تي ام اي تي ودي اي تي بيحصل لهم دي ادينيشن، يعني الايودين بيسيبهم جوه البوليكولا سيلز. الايودين هيبقى اصل الكيتو حتى الوزنين هيرجع تاني يكون زي الريبن وهكذا. بره الخليه ما هيطلع لي بره زي ما انتم فاهمين وعارفين في الفيزيولوجي بقى تي 3 وتي 4 هم اللي هيخرجوا لك بره ويعملوا الاكشن، هيتشالوا بجلوبيولين يقعدوا ايه بقى سيركيوليت ان ذا بلازما. عندك موجود في الكتاب اهو. الام اي تي ان دي اي تي ار دي ايوميتد انسايد البوليكولا سيلز وده فيتال ديفرنس. ده هو البوليكولا سيلز بس هو ده ايدينيشن اللي انتوا بتتلخبطوا فيه. يعني تيروزين از ريوزد في نفس الوقت تي 3 وتي 4 ديفيوز اوتسايد ذا سيل سيركيوليت ان ذا بلازما ان كومبينيشن ويز بايندينج بروتين كولد سيروكسين بايندينج جلوبيولين. يبقى الام اي تي والدي اي تي دي ايوميتد انسايد البوليكولا سيلز. مين اللي بيخرج بره يروح البلازما؟ التي 3 وتي 4. يبقى احنا كده مش متعاملين مع بعض، احنا بس قلنا جت منين في الاول. تمام؟ جت منين في الاول؟ يعني تي 3 وتي 4 ما هماش اتكونوا دايركت. اتكونوا نتيجه الكابلنج بتاع دي اي تي والام اي تي. فاهمين؟ احنا اللي عارفينه بنشوف الصوره النهائيه بتاعتها تي 3 وتي 4. حتى لما بتيجي بنعمل تحليل مثلا للثيروكسين يقول لك شوف تي 3 وتي 4 وبعد كده شوف تي اس اتش كمان. ما حدش قال لك شوف الام اي تي والدي اي تي. لكن بما ان احنا بناخد ميتابوليزم وبناخد بايو كيمستري فبنعرف جت منين البدايه خالص. تمام؟ الكلام هو زي ما انتم فاهمين تي 3 وتي 4 عشان كده بقول لك استنى لما اكمل الكلام. تي 3 وتي 4 هيخرجوا بره هيمسكوا بالثيروكسين بايندنج جلوبيولين ويدوه بقى في البلازما يعملوا الفانكشن بتاعها. هل بيحصل لهم دي اجريشن؟ بيحصل لهم دي اجريشن لكن في البريفرنسز في الخلايا اللي هي راح تضاف بعد ما راحت للبلاد. تمام؟ اذا كده دي متبديه كل القصه او الميتابوليزم والفورميشن والاكشن بتاع ايه؟ الثيرويد هرمونز. نقولها تاني ولا مفهومه؟ تاني؟ مين عايز تاني؟ جزء دي ايلينيشن. دلوقتي انا عندي خلاص كونتهم السير بروبلين بقى زي كوره شايله ام اي تي ودي اي تي ودي سي ودي 4 خلاص دخل جوه الخليه بالاندوسايتوسس بالفينوسايتوسس جوه الفيزيكال. الفيزيكال مسكت مع اللايزوزوم. لما يجي في دماغي كلمه لايزوزوم اعمل كلمه دايجيشن او هيدرونس. طلعت الام اي تي ودي اي تي ودي سي ودي 4 بره خلاص. الدي اي تي والام اي تي هيحصل لهم دي ايلينيشن جوه الخليه نفسها مش هيخرجوا براها. دي اعتقد دي الخليه اللي جوه دي. تمام؟ مين اللي هيخرج لي بره بقى يروح عند البلازما؟ يبقى ماسك في الجلوبيول هو تي 3 وتي 4. هل بيحصل لهم دي ادينيشن؟ بيحصل لهم بس فين بقى؟ في المكان اللي راحوا فيه. هل دي اي تي والام اي تي بيخرجوا بره الخليه؟ لا، بيحصل لهم دي ادينيشن جوه الخليه نفسها لان خلاص الروب بتاعهم خلص اتكونوا تي 3 وتي 4. طبعا ما حدش يقعد يعد يقول لك ايه كام واحده ام اي تي اتكونت على ما تخرج مش هتكون تي 3 وتي 4 ولو تحلله. عندك في البولوكيول الواحد 115 تيروزين نزيد ده في الواحد. شوف بقى عندك بقيه البولوكيولز كام واحده التوتال كل واحد شايل كام واحده. تمام؟ فانت عندك في نفس الوقت جوه الخليه قبل ما يحصل اكسبورتيشن عندك ام اي تي ودي اي تي وتي 3 وتي 4. واللي شايف ان الكلام ده بيخلي عنده دم ويلم نفسه ده ما يطير ويتهزق. تمام يبقى ده تخمين الثيرويد وصلنا لحد ده طلعنا تي 3 وتي 4 بره الخليه. خلاص هي مشاكل لحد هنا كوناه سيرولوبين ايدين ميتابوليزم مسكوا في بعض ام اي تي دي اي تي تي 3 تي 4 دخلوا بعد كده عملوا لك ايه في السيل نسكوا في الاسيزوم حصل هيدروسس خرجت كل الفور فور منها دي ادريشن جوه الخليه والفور اللي بعد كده راح في البلازما مسك في الجلوبينز وحصلوا دي ادريشن لكن في البريفر سيلز. الكلام عندك ده موجود في الكتاب بنفس الكلام اللي قلناه بالظبط تحت عنوان السكريشن اوف ثيرويد هرمونز بيشرح لك موضوع البينوسايتوز بيمسك في الاكسوزوم وهكذا. ميكانيزم اوف اكشن بيطلع جروب 1 هرمونز لما اقول لك مثلا ستراكشر ميتابوليزم اند سكريشن اوف ثيرويد جلاند هرمونز هنقول ان هم تبع جروب 1 هرمونز.
كان عن طريق اسمه ايه؟ اكتف هرمون اللي هو ايه؟ كومبلكس. ما عندوش سكند مسج، تمام؟ يبقى الثيروكسين بيطلعوا جروب 1 هرمونز. بعد كده هتبدا تاخد الميتابوليك فيت بتاع الثيروك هرمون زي ما قلنا الام اي تي والدي ار تي دي ايونيشن جوه البروتوسيس، تي 3 تي 4 بيخرجوا بره، وبالتالي بيحصل لهم دي ايونيشن في المكان اللي راحوه بعد ما الفانكشن بتاعهم يخلص، تمام؟ لان كل حاجه من دي ليها هاف لايف وبتخلص بعد وقت معين من الاكشن بتاعها. يبقى احنا كده خلصنا الجزء بتاع الايه؟ ثيرويد هرمونز. الجزء الثاني ركز معايا فيه لو سمحت عشان الفيجرز اللي عندك في الكتاب انا هحطها لك مكان الفيجرز الثانيه هنا. لو سمحت خليك في الفيجرز دي لان فيجر الكتاب هتوهك. نبدا بهرمونز ادرينال كورتكس. النهارده هناخد هرمونز اوف ادرينال كورتكس وهرمونز اوف ادرينال ميدالا. هرمونز اوف ادرينال كورتكس. الادرينال كورتكس مسؤول عن تكوين 3 كلاسز اوف هرمونز. 3 كلاسز اوف هرمونز المسؤول عن تكوينهم الادرينال كورتكس. مين هما؟ برضه الكلام ده بنتكلم في الفيسيولوجي. جلوكوكورتيكويد، مينرالوكورتيكويد، والاندروجينز. تمام؟ الجلوكوكورتيكويد زي مين؟ كورتيزول الجلوكا وكورتيكوستيرون انودتس. مينرالوكورتيكويد هو الالوستيرون. الاثنين دول مع بعض 21 كربون. خلاص؟ الاندروجينز ده 19 كربون وفيها اللي هو دي هايدرو ايبي اندروستيرون واندروستيرون. تو فورمز في الاندروجينز تعرف. الاثنين دول 19 كربون. تاني ادرينال كورتكس ريسبونسبل فور برودكشن اوف 3 كلاسز اوف هرمونز. جلوكوكورتيكويد مينرالوكورتيكويد الاثنين دول 21 كربون. الكورتيكويد دول عباره عن مين؟ كورتيزون وكورتيكوستيرون. طيب بالنسبه للمينرالوكورتيكويد اندروستيرون. هنيجي على الاندروجينز دي 19 كربون دي هايدرو ايبي اندروستيرون واندروستيرون. تمام؟ دي الفورمز بتاعتك اللي المفروض تعرفها من جرام كورتيكويد وكورتيكويد اند اندروجينز. تمام؟ دي الفورمز بتاعت الادرينال كورتكس هرمونز. التصنيع بتاعها بيبدا ازاي؟ طبعا هو يعني الفيجر معقد جدا فبحاول نفهمه شويه بطريقه اسهل من الموجوده في الكتاب. بس تعرف بدايه الموضوع دي ازاي؟ اول حاجه احنا مش اتخذنا قبل كده ان الكوليسترول بيديك ستيرويد هرمونز. فاول خطوه تكوين الستيرويد هرمون دول تحويل الكوليسترول الى بريجنولون. الكوليسترول بيتحول لبريجنولون عن طريق انزيم اسمه سايد تشين كليفنج انزيم. سايد تشين كليفنج انزيم. يبقى انا عندي اول خطوه في تكوين كل الستيرويد هرمونز دول ان الكوليسترول بيتحول الى بريجنولون بانزيم اسمه سايد تشين كليفنج انزيم. دي اهم خطوه في التكوين. السايد تشين كليفنج انزيم او بيقولوا له اس سي سي ده ممبر من السيتوكروم بي 450. تفاصيل السيتوكروم بي 450 ما تنساش انا خدتها في حته ما عرفش تفاصيلها بس اعرف ان في جروب سيستم لحاله اسمه بي 54 ده بيبقى فيه ممبر منهم من ضمنهم الاس سي سي اللي هو السايد تشين كليفنج انزيم بيحول لك الكوليسترول الى بريجنولون. كون ده البريجنولون ده بيعدي عليه بقى ديفرنت انزيمز هيدروكسليزز ودي هيدروجينيزز وكل هيدروجينيز او بتشتغل حاجه معينه. يعني في عندك 11 هيدروكسليز 21 هيدروكسليز 17 هيدروكسليز ودي هيدروجينيز شرحه. بعد ما بيتكون البريجنولون ده بيشتغل عليه سلسلة من الهيدروكسليزز والدي هيدروجينيزز لحد ما بيديك الديفرنت سي كلاسز بتوع الهرمونز دول سواء كان جلوكوكورتيكويد او مينرالوكورتيكويد او اندروجينز. في حاجة منهم من ضمنهم مثلا 18 هيدروكسليز وال 18 دي هيدروجينيز موجودين بس في الزونة الجلوميريوزا فبالتالي الزونة الجلوميريوزا بس هي اللي بتدي الايه؟ الالبوستيرون. تمام؟ طيب لحد هنا عندك الكلام مكتوب ما فيهوش مشاكل. هنخش بقى على السنسز بتاع ادي اول خطوه قلنا الكوليسترول هيتحول لك الى تريجنولون عن طريق انزيم اسمه الاس اس سي وهو ممبر من ضمن الايه؟ البي 450 سيستم. حتى هنا البي 450 هتكون اس اس سي اللي هو سايد تشين كليفنج انزيم. تمام؟ دي اول خطوه في تكوين كل الفورس بتاعت الستيرويد هرمونز. الرسمة دي هي نفسها رسمة في الكتاب بتاعة صفحة 76 هي نفسها.
لو سمحت حاول تخلي الفرصه دي اسهل. مش مطلوب منك تعرف الفكره، مطلوب منك تعرفه هقوله دلوقتي. شايفين البدايه خالص فوق اهو مكتوب كوليسترول بالاس سي سي بريجنولوب. ادي اول خطوه. بعد كده البريجنولوب ده اتكون هيشتغل عليه سيريس ودي هايبروجينيزس لحد ما بيديك الديفرنت جروبس. عندي هنا دول دي هايبر ابي اندوسترون واندروستينيديون، دول مين؟ الاندروجينز. عندي تحت هنا الالدوستيرون ده الهرمون كورتيكويد. عندي بعد كده الكورتيزون والكورتيكوستيرون. تمام؟ تقعد تمشي بقى يمين شمال فوق تحت لحد ما توصل في الاخر للهدف اللي انت عايزه حسب انت عايز ايه. عندك هنا مثلا مكتوب هيدروكسيز 21 هيدروكسيز 11 هيدروكسيز، دول مثلا بيشتغلوا باسفير معين، هاجي على الناحيه الثانيه هشتغل لان دي هيدروجينيز وايزوميريز وهكذا. انا هبدا على طول بالكوليسترول هيديني تريجنولون. فور اكزامبل مثلا عايزه انمي بالكوليسترول، همشي ازاي؟ كوليسترول بالسايد تشين انزايم هيديني تريجنولون، هشتغل بعد كده على الهيدروكسيسترويد دي هيدروجينيز هيديني 17 هيدروكسي بروجستيرون دي اوكسي كورتيزون زي الكورتيزون. تمام؟ يبقى انا كده جبت الكورتيزون. طب انا عايز اجيب مثلا الالدوستيرون، سوري اللي هو الالدوستيرون همشي ازاي؟ نفس كده بريجنولون بروجستيرون دي اوكسي كورتيكوستيرون كورتيكوستيرون الدوستيرون. تمام؟ هي زي الشبكه كلها بتودي على بعضها، لازم تعدي على كل الستيجز دي بالانزيمز اللي موجوده عندك في المربعات دي عشان توصل للهدف بتاعك اللي هما مين؟ الجروبس اللي فوق دي اسمها اندروجينز الالدوستيرون والكورتيزون. اتفهمت؟ المطلوب منك في الرسمه دي الاسامي. يعني تقول لي اسم الانزيم اللي اشتغل على الباسوي، مش عايز منك استراكشر. استراكشر عايزك تعرفه كورتيزول الدوستيرون. تمام؟ يبقى احنا مطلوب منك ايه؟ اللي هي الرسمه اللي عندك في الكتاب صفحه 76 كلها رسمه بعضها. اللي رسمتين على فكره 76 و77. شايفينهم؟ دول تذاكروهم اسهل ولا ده؟ نعم. الكتاب اسهل خليك مع الكتاب. راح؟ انا بديك تو اوبشن. عندك تو اوبشن تذاكرها، هو الكتاب بتاعي الاكشن بتاعه او طريقه تكمله لو سمحت يا سنه ثانيه. انا ممكن اقول لك اللي عندك وهو ده اللي هيجي لك ومش الا ده واحفظ. انا بسهل لك ازاي تذاكر. عندك في الكتاب تو فيجرز. تمام؟ هو الفيجر ده هو نفس الفيجر ده، لكن ده بطريقه اسهل شويه بقسمها لك عن طريق ان هو مدخلها في جروبس. تمام؟ الكورتيزون عندك هنا واضح، الكورتيكوستيرويد همشي ازاي عشان اطلع الكورتيزون؟ انت مطلوب منك ايه بقى تعرفه؟ دلوقتي هتقول لي مثلا تريجنولون سهل بالكذا هيجي كذا مش عايزه منك استراكشر. اعرفني الفاينل استراكشر اوف كورتيزون اند الدوستيرون بس. هو اللي مش موجود. طب انا بقول لك احفظوا لي هنا مهندس ديلامون. ايه المشكله؟ انتوا مش عارفين الفشل بتاع الكورتيزون؟ ما تحطوش في اي حته ثانيه. هو موجود عندكم هنا في صعب قوي انكم تعرفوه؟ نعم. ايه؟ دي المره الجايه. الالدوستيرون هو ده اللي موجود منك هو ده. الالدوستيرون. بتتكلمي عن الفكره اللي في الكتاب، بلاش. اللي دي تماما. لو سمحتم يا سنه ثانيه انا بنزل لكم فكره طبقوا تحفظوه احسن من اللي في الكتاب. مش عايز فشل الا كورتيزون والدوستيرون. مش قصه يعني. وهنزل لكم الفكره ده على الموقع بتاع الكيس بتاع الكوتش بتاع الكيس. تمام؟ ماشي يا سنه ثانيه؟ فيها مشكله؟ هنبدا بالكوليسترول وهننتهي بالكورتيزون. هتقولي اتكون ازاي؟ نفس القصه بالنسبه للالدوستيرون. هتشتغل عليها سيريس سيريس كونزارس حتى يوصل للاخر. الاستراكشر بتاع الكورتيزون ده صعب؟ مش شايفين هو صعب؟ يعني دي خلينا نبقى عند الكتاب؟ لا اوكي اسامي صعب. لا 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 دي اسهل ولا في كتاب اسهل؟ دي اسهل. بس من غير كتاب. في حاجه غلط بالاسم. ايوه تمام. لا 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 مش سامع. حد واحد. ايوه يا دكتور من غير
طب يا سمتها ماشي، بلاش كورتيزون وبلاش كورتيزون، خلينا في الفكرة ده. الفكرة ده سهل؟ بس بعد كده لو انت عايزة الكورتيزون بيكمل زي الكوليسترول ومحدش عارف هو حر. تمام؟ مطلوب بلاش ديستراكشر، بلاش ديستراكشر. هنزل لكم البرزنتيشن وعايزة الفكرة ده لو سمحت لو تعرفي منه الترتيب بتاع تكوين الحاجة. ما ينفعش اقول لك طلع لي الكورتيزون من الكوليسترول ما تعرفش. بلاش ديستراكشر. لو مش كل الناس تعرف تحفظ الانستراكشن ده، خلينا ان احنا نعرف ازاي نوصل الكوليسترول لحد الكورتيزون، خلاص؟ لما جيت لك سؤال يقول لك سنسز الكورتيزون ما تعرفش تقف. تمام؟ هتقول الباس واي ده من غير انستراكشنز. واضح يا سنه ثانيه؟ عشان ما حدش يقول السؤال مش مكتوب مش معمول بتاعي، انت عاجبك المكان او الشكل اللي موجود فيه الكتاب اوكي. ده ينفع ولا ينفع؟ بس انا شايف ان ده اسهل كتير. وبلاش تفرش. مش مهم. ماشي يا سنة تانية؟ طيب. بقيت لي سكريشن اند بلازما ترانسبورت. انا دلوقتي خلاص كونتهم تمام؟ لو قلت الكورتيزون اللي هو الكورتيكويد. لو كونت الاستيرون اللي هو الجنرال كورتيكويد والاندروجين اللي عملتهم. تمام؟ لما يجي لك سؤال يقول لك senses and mechanism of action of cortisol ما ينفعش ما تعرفش. لانك ما عملتش انت الاستراكشر معايا. هتبدأ من الاول خالص تقول لي كوليسترول بريجنولون بعد كده هتقول ماشي الناحيه دي كده هتمشي هيدروكسي بروجستيرون دي اوكسي كورتيزول كورتيزول. ماشي؟ وطبعا هتقول اسامي الانزيم الموجوده في الجروب مش هتعرف تعمل اسهم خلاص ايه الانزيم اللي حولك من ده. تمام؟ خلاص احنا تاني اتفقنا هو ده اللي مطلوب منكم من غير استراكشر. وبرضه عندك اوبشن لو عارفك اللي في الكتاب خليك اللي في الكتاب. تمام. هنخش النقطه اللي بعدها السكريشن. الستيرويد هرمون بعد ما بتتصنع على طول بتقوم خارجه للبلازما. الصوت يا سنه تانيه. قلنا الستيرويد هرمون بعد لما بتتصنع بتخرج دايركتلي اند ايميديتلي للبلازما على طول. بيحصل ايه بقى؟ 92% من الكورتيزون بيمسك جلوبيول، كورتيزون بايندينج جلوبيول. الالدوستيرون ملوش بلازما كارير، ما بيبقاش معاه كارير، الكورتيزون هو اللي معاه كورتيكوستيرويد بايندينج جلوبيول. السكريشن بتاع الكورتيزون تعرف طبعا من الفيزيولوجي ان هو ايه دايركتال ريزم او دايركتال فاريشن. الهاي ليفل بتاعه من 8 ل 9 الصبح واللو ليفل بتاعه من 8 ل 12 بالليل. تمام؟ يبقى تاني 92% من الكورتيزول بعد ما بيطلع بيمسك عشان يبقى سيركيوليشن للبلازما بيمسك الكورتيكوستيرويد بايندينج جلوبيل. الالوستيرون مش عايز كارير في البلازما. السيركيوليشن بتاع الكورتيزول دي دايركتال ريزم او دايركتال فاريشن. الليفل بتاعه بيبقى اعلى ليفل من 8 ل 9 الصبح واقل ليفل من 8 ل 12 بالليل. تمام؟ ده بالنسبه للسيركيوليشن بتاع ايه؟ الكورتيزول بلازما ترانسبورت. الاكسكريشن بتاعه ازاي؟ مجرد ما بيروح هو في بلاد بيروح بعد كده الليفر يحصل له كونجوليشن مع الجلوكيونيك اسيد. الجلوكيونيك اسيد ده المفروض انا عندي ستيرويد ستور ووتر اسفابول لما بيمسك فيه جلوكيونيك اسيد يعتبر زي الكاريير بيخليه ووتر سولابل برودكتس. تاني بعد ما الكوليسترول سوري بعد ما الكورتيزون بيطلع في البلازما بيمسك الكورتيكوستيرويد بانتي جلوبيل بعدين بيسيركيوليت يوصل الليفر يحصل كونجوليشن مع الجلوكيونيك اسيد. الستيرويد هرمون ده بينهم اصلا جاي من الكوليسترول يبقى ووتر انسولابل مجرد ما بيمسكوا في الجلوكيونيك اسيد هيحصل لهم ايه؟ يبقوا هم ووتر انسولابل لان يقدروا ان هم يبقوا سلايد تايم. تمام؟ طيب الاكسكيوشن بتاعهم ازاي؟ 70% 70% منهم بيحصلوا لهم اكسكيوشن عن طريق الستول 20% عن طريق اليورين و 10% ثرو ذا سكين. تمام؟ ايه ده؟ 70% سول 20% 10% 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
تاني سلام عايزين نسمع السؤال. لا لا ده في الاول خالص عشان يعرف ايه الشخص. ان هو مجرد ما بيطلع بيبقى معاه جلوبيولون ده خلاص؟ جلوبيولون ده يوصله لحد الليفر. الليفر بيعمل له كونجوكتيشن مع الجلوبيولونيك اسيد يبدا بقى ان هو ايه؟ يعني يحصل بقى اللي هو الميتابوليزم بتاعه نورمال بقى. تمام؟ الاول بيطلع يسكت في جلوبيول بعدين يوصل للليفر يحصل له كونجوكتيشن مع الجلوبيولونيك اسيد بعدين يحصل له اكسبريشن عن طريق 70% 20% و10%. انا بتكلم خلاص احنا جوه المقاسات دلوقتي خلاص جوه السيل يبقى جروب 1 هرمون مش جروب 2 هرمون. الاستيرويد معروفين جروب 1 هرمون برضه هو اللي هيدخله جوه الخليه موجود جوه الخليه دلوقتي اصلا مالهاش علاقه دخل ازاي وبره ازاي. الاكشن بتاعه جوه الخليه عن طريق الجروب 1 هرمون. هو داخل الخليه بنت يشتغل خلاص دلوقتي هو داخل جوه الخليه ويشتغل في جروب 1 هرمون عن طريق برضه الستر كومبلكس. ازاي يعني يطلع بره جسم يعني مش فاهمين السؤال ازاي يطلع بره الليفر اصلا عشان يعمل الاكشن بتاعه ولا ايه؟ دكتور هو لما يجي يدخل مع السيل اللي هو اشتغل عليه بينتقل عن في البلاد وهو ووتر سترونج عشان يعرف يمشي وصل للخليه دلوقتي خلاص الكاري اللي هتسمع عنه بقى ليبر بروتين زي ما هو يبدا يشتغل يروح بره جاست زي كاري كاري مش بيحوله هو جاست كارير بيه وستيل ووتر انسولابل ليبل انسولابل سوري ليبل انسولابل هيوصل لحد الخليه يبدا يخش عن طريق الجلوبال هرمون جاست الجلوبال ده يعتبر كارير لان انت حتى لما كده كان على الاستيرول قلنا مش محتاج كارير ليه؟ لان هو مواش ليبل كنترول ما هواش ليبل انسولابل تمام؟ لا الاستيرول مش ليبل انسولابل مش محتاج كارير ده محتاج كارير فهيوصل لحد الخليه يشتغل عليها الجلوبال لما ينفصل ليبل انسولابل زي ما هو هيخش يشتغل الجلوبال هرمون تمام؟ الاكسبشن بتاعه زي بعد كده هيبقى الليفر يحصل الجلوكرونيك اسيد كونجوجيشن هيحصل بعد كده الميتابوليزم الاكسبشن بطريقه اولى فهمتي؟ زي الالكوميد نفس القصه معاه كارير الكارير ده بيسهل لك الانتقال عندك اللاجو بروتين هي بتشيل مجموعه من الليبلز هل بعد كده الليبل دي صلبه؟ لا معاه الكارير جاست بيساعدها انه تتحرك جوه الخليه لكن ده ما غيرش الميتشن بتاعها انا بحولها الى حد ما يساعدها ان هو يمشي جوه الجسم ازاي بكاري لكن ده ما يغيرش النيتشر. هل هي بعد ما كانت ليبر سرعه بتتحول لوتر سرعه؟ لا جاست ان في كاري ساعتها انها تمشي عشان هي اصلا ووتر انسرع يعني هي ليبر سرعه. طيب في تو ديزيز او تو بروبلمز بنشوفهم في هرمون الدين ممكن يجي لك مثلا كهيئه كلينيكال كيس مثلا ولا بيجيبها لطلبه ساعات كهيئه كلينيكال كيس يقول لك ايه؟ كيس دي اسمها كونجنتال ادرينال هايبربليزيا او ادرينوجنتال سندروم. ركز معايا بقى لو سمحت. ممكن ده سؤال عشان هو يجي لك مشهور جدا. ايه في ادرينال هايبربليزيا وايه هي الادرينوجنتال سندروم؟ ايه اللي بيحصل؟ بيحصل ديفيشنسي في 11 هيدروكسيز و 21 هيدروكسيز. شايفين؟ بصوا على الفيجر ده. شايفين الفجر؟ اوكي؟ عندك تحت فين؟ ركز معايا في الفجر وفي الكورتيزون. الادرينوجينيتال سندروم كونسيرن او الكونجنتال ادرينال هايبرتيزيا كونسيرن بالكورتيزون. عندنا ديفيشنسي في 2 هيدروكسيز اللي هو 11 هيدروكسيز و 21 هيدروكسيز شايفينهم؟ اللي فوق بعض دول. تاني الديزيز ده اللي هو الكونجنتال ادرينال هايبرتيزيا او ادرينوجينيتال سندروم كونسيرن مع الكورتيزون. ايه اللي بيحصل؟ عندك ديفيشنسي تو انزيمز تو هيدروكسيز 11 هيدروكسيز و 21 هيدروكسيز تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ نتيجه الديفيشنسي بتاع التو انزيمز دول هل الكورتيزون هيتكون؟ لا. ايه اللي هيحصل بقى؟ نيجاتيف فيدباك ستيميليشن للادرينو كورتيكوتروفيك هرمون. مفيش كورتيزون هيعمل ايه؟ اعمل دمج للاكشن والفانكشن والاكسايز بتاع الادرينال كورتكس. هيحصل هايبربليزيا وبالتالي غير اللي بيحصل هايبربليزيا الهرمونز اللي هي قبل الهيدروكسيز دول هيبقى ليها الابر هاند اللي هم بيكونوا لك مين؟ الاندروجينز تمام؟ يبقى تاني عندي ديفكت في الهيدروكسيز سواء كان 21 او 11
انتشار الباسوي اللي بيديك الكورتيزون، اذا ده وقف الكورتيزون مش هيتكون. هيحصل ايه؟ الاكس هيحصل له نيجاتيف فيدباك ستيميوليشن، هيعمل ادرينال كورتكس هايبر بليزيا. في نفس الوقت الهرمون الانزيمز اللي قبل الهيدروكسيز دول هيحصل لهم ستيميوليشن. هيكون لك ايه بقى فوق؟ الاندروجين. اذا الاندروجين بيتكون بكميات عاليه جدا، تبدا تظهر علامات الاندروجينال سندروم. يعني الاندروجين هيطلعوا كميه عاليه. ده طبعا بالنسبه للفيميل هي بتظهر عليهم علامات الميل، والميل هيحصل له بريماتشور ان هو يبقى ادلت بريماتشور. تمام؟ يبقى كده الاندروجين هتزيد في سواء كان ميل او فيميل. طبعا بالنسبه للفيميل بيبقى عندها مشكله اكتر، لغايه طبعا الالتين اللي هي بتاعت الكورتكس دي بتشتغل بطريقه غير طبيعيه، وبالتالي يحصل ديفكت. مش كده طبعا باي تشينز انكلودنج ماسكلايزيشن وفيريلايزيشن، يعني في الهير and the male and pre-precious، يعني ايه؟ ممكن مشهور sexual development، لان بيطلع لهم الانسجن بكميات كبيره في وقت غير مناسب. طبعا كل ده ما بيبقاش ايه طبيعي، ما بيبقاش عامل كميه انسجن في السن الصغير ده، بما ان هو congenital يعني دايما بيظهر في سن صغير. الانسجن بيبدا يظهر عنده بكميات كبيره في وقت بريماتشور، يحصل على الكميات كمان مشاكل اكتر لان الانسجن اللي عندها هتزيد. تمام؟ يبقى لما يجي لك سؤال يقول لك اتكلم على congenital adrenal hyperplasia، ممكن يجيلك سؤال في الامتحان على فكره، لان هو فيه هيختبرك في كذا حاجه. انت عارف الباس واي، عارف ان 21 هيدروكسيز و 11 هيدروكسيز دول هما اللي بيكونوا كورتيزول. هتعرف ان الكورتيزول بيتكون تحت تاثير الاكت ده، لو الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون مفيش كورتيزول، الادرينوكورتيكوتروفيك هرمون هيعلو. امتحن برضه في ايه؟ انت عارف ان الهرمونز اللي قبلهم مسؤولين عن تكوين الاندروجين، يبقى انت لازم تكون حافظ الباس واي ده كويس جدا. تمام؟ انت لو حفظت في الكتاب هتلاقي نفسك كاين، لكن الفيجر ده موضح لك كل حاجه. اللي مجرد ما قلت لك لما الكورتيزون هنا وقف النيل اشتغل، انا قلت الاندروجين. تمام؟ يبقى انا عندي فوق الاندروجين بيتكونوا تحت الكورتيزون، واللي بعديه الالدوستيرون. تمام؟ يبقى السؤال ده لو جالك كنت قلت هايبرفيزيا هتشرح ايه هو بالظبط؟ هتكتب الباسواي، هتعمل علامتين على الهيدروكسيد مش هيشتغلوا، هتزود الاندروجين، وبالتالي تبدا تظهر بريماتشور ديفلوبمنت على الميل تشايلد، والميل تشايلد بيحصل لها بس اللي هو الماسكلايزيشن، والبيرزم ده هو انكريز الهير برودكشن في البادي جنرال. ده طبعا مش طبيعي ان هو بيحصل في السن الصغير، لان هو كونجنتا يعني بيحصل في السن الصغير. تمام؟ يبقى احنا كده عندنا دي الكونجنتال ادرينال هايبرتيزيا، اللي هو الديفكت اللي موجود في الكورتيزول ميتابوليزم او في اندروجين ميتابوليزم. نعم. لما انا عندي الانزيمات هناك واقفه وعندي برودكت سبستراكت اللي هو اللي هيشتغل. دلوقتي انا عندي الانزيمين دول مش هيشتغل، ده الهيدروكسيز ده ولا اللي فوقيه. وعندي كميه كبيره من الهيدروكسي ده، وعندي انزيم. طبيعي انه هيشتغل ولا هيبقى عنده برودكت عنده حاجه يشتغل عليها مش هيشتغل؟ هيشتغل، هيشتغل بكميه كبيره ويكوني ده لان دلوقتي فيه المفروض يبقى فيه بالانس ما بين لما ده يطلع لي الانزيم ده يشتغل ودي مش حاجه اندروجين، لما البرودكت ده يطلع لي اشتغل ودي كورتيزون، لما دول كلهم يوقفوا ومفيش كورتيزون يبقى عندي سبستريت موجود وعندي انزيم موجود هيطلعهم لي بطريقه افضل. ما عادش فيه هنا البالانس الطبيعي اللي بيحصل ما بين الكورتيزون والاندروجين. اتفهم؟ فهمت يا دكتوره؟ احنا بنتكلم على الجزء بتاع الكورتيزون دلوقتي. اللي بتاع ده في كتب. انا بتكلم على الجزء اللي يهمك اللي دلوقتي بنتكلم في الكورتيزون الاندروجين. الناس ممكن تنزل تقريبا 4 مرات. بس مش منطقي تمام؟ صمت الزراعه احسن لك. خلاص كده احنا خلصنا الادرينال كورتكس، فان الادرينال بيدمر. في ابسط حاجه خلاص دور الاشخاص غير كده. الأدرينا تدخل مبدئيا انتوا خدتوا لسه ما خدتوش التلفزيون فاهم؟ صح؟ اوكي طيب دلوقتي المفروض عندي كيف هو الهرمون الأدرينا تدخل؟ الأدرينا تدخل تبع مين؟ كاتيكولامين. كاتيكولامين هو مين؟ الأدرينالين والرادين. هتاخد التفصيل طبعا في البروتين ان التيروزين بيديني التيروزين، التيروزين هيدروكسيد بيديني دوبا، دوبا بيديني دوبامين، الابنفرين. طبعا الباسوي ده تاخده من البروتين تبع التيروزين انديفيديوال امينو اسيد. اذا كنت البروتين خلطت
طيب اعمل الامتحان.